السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هناك بطاقات إئتمانية تصدرها بعض البنوك وشركات الصرف، هذه البطاقة يستفاد منها عند السفر للخارج، يسدد بها حساب البنوك أو بعض المشتريات من الأسواق، فعندما تأتي الفواتير تخصم من حسابه في البنك أو الشركة. أحيانا يكون رصيده لا يغطي فيبقى عليه مبالغ للبنك، فالبنك يستحصل عليها فوائد ربوية بنسب معينة يعني. أحيانا تكون عن غير قصد من هذا الشخص، ما حكمها وماذا يعمل بها لمن حدث له في السابق هذا الشيء؟ هذه المعاملة حرام، لأنها معاملة على التزام الربا، وهو إن كان قد يوفي من قبل، يعني قبل أن نحل عليه الربا، لكنه قد دخل على التزام الربا فهي حرام. ومن وقعت منه فإن كان هو المستفيد فالزائد الربوي هذا يتصدق به بنية التخلص منه، وإن كان هو المغبون والذي أخذ منه فتوبته تكفي، لأنه مغرور وليس بظالم. جزاك الله خير.